السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس الإخواني، سلمهم الله. أستعين بالله على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. احبك في الله يا شيخنا، ربنا يبارك. احبك الله الذي احببتنا له. معلش يا شيخنا، بس كان عندي سؤال كده في شغلي، كنت عايز اسال على حاجه بس اصحى، يعني المال حلال ولا لا؟ اتفضل. انا يعني بعمل شغل تسويقي في مجال الهندسه، يعني بيجيني مثلا مشروع المعماري، المهندس بيطلب مني ان انا اعمل له صوره تسويقيه تخيليه ثلاثيه الابعاد، يعني عشان يقدر يسوق بيها المشروع. تمام. فبعد ما ساعات بعد ما بخلص الصوره دي برسمها على الكمبيوتر، بيبقى بيطلب ان انا احط عليها مثلا صوره واحده ست او صوره عشان يقدر يسوق بيها وكده، فانا برفض. تمام. هل لو انا خدت لو يعني ساعات هو بيقول لي اديني الصوره وانا احط انا اللي هو عايز يحطه، يعني فلو انا اديت له الصوره وخدت يعني خدت مال مقابل الشغل ده، لا تشترك في اي شيء محرم ما دام بالامكان. ما دام بامكانك البعد عن الحرام ابتعد عن اي شيء حرام. تمام. يعني هو الشغل في حد ذاته ما فيهوش. خلاص خد انا عرفت ان هو ناوي يعمل كده. لا، ناوي من لناش دخل به، هو يتحمل اسمه امام الله. معلش يا شيخنا، يعني ممكن حضرتك تعيد تاني؟ معلش اقول أنا مالي بنيتي، أنا ليا الآن العمل اللي أمامي، العمل اللي أنا أعمله حلال واضح بعيد عن أي شبهة، اللي هو يتصرف بيه بعد كده ماليش دخل فيه. وأنا حتى لو أنا عارف إن هو ناوي يعمل كده ما بقاش تعاون على إثم. لا، أنت مش عارف، مش هتبني على ما لم تشقق عن القلوب. تمام. يعني أنا إن شاء الله أديله الصورة من غير حاجة حرام فيها وهو حر بعد كده بقى. الله يسلمك. طيب معلش، ممكن سؤال تاني يا شيخ؟ اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك. دلوقتي انا كنت شغال في شركه، وبعدين يعني طبيعه الشغل يعني كان بيجي مشاريع من عملاء بيتعامل مع صاحب الشغل، واحنا يعني بطبيعه الحال يعني كنا بنعرف ايه الشركات اللي هو بيتعامل معاها، ومع الوقت وكده يعني برضو عرفنا الاسعار وكده. فبعدين الشركه دي مشيتني، وانا يعني ممكن بعد كده مثلا جالي شغل حر او كده، هل لو انا في السوق حبيت ان انا اتواصل مع الشركات دي واوديهم مثلا سعر اقل من المنافس يعني او كده، هل ده في شك مثلا ان انا لان انا لو ما كنتش اشتغلت في الشركه الاولى دي ما كنتش هعرف الناس دي، فهل لا ما عليك مشكله اتواصل معاهم ولا لا جزء؟ يعني انت الذي تركتهم ولا هم الذين تركوك؟ هم مشوني. هم مشوك. هل كانوا مشترطين عليك شروطا قبل العمل معهم؟ لا. خلاص الحمد لله ما في مشكلة، يعني دلوقتي السوق مفتوح قدامي اي حد اتواصل معاه ما في مشكلة ان شاء الله. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. زكاة ذهب المرأة التي لا تتاجر فيه يا عبد الحميد، اختاروا رأي العلماء القائلين بوجوب اخراج الزكاة فيه، وهو ربع العشر كزكاة مال. الله يحفظكم. زاد 100,000 تخرج 2500،
حبك الله يا محمد صبري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سألت شيخنا، لدي 6 أحاديث أريد أن أتبين حكمها. تفضل. الحديث الأول حديث لولا النبوة لكنت مؤذنا. لا 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 يعلم له أصلا، لا يعلم له أصل. طيب الحديث الثاني أن بعض الصحابة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي لما يعلم من الفضل الإمام. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم له سند يحسن به. نعم. الحديث الثالث شيخنا أن للإمام من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. لا 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 يثبت. والحديث الرابع 3 على كتبان المسك منهم رجل لا يصح. لا يصح. وثلاثة أيضا لا ترتفع صلاة فوق رؤوسهم شبرا. معلوم. الحديث الأخير من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. لا يصح، ضعيف. والشيخ استشارة بس لو سمحت. نعم. الإنسان إذا دعي إلى الإمامة يعني الأفضل أن يصلي بالناس أم يدعوها إلى الأذان مثلا؟ لأنه لم يرث حديث الفضيلة. الإمام أفضل، الرسول اختاره الله إماما، والخليل إبراهيم قال الله له إني جعلك للناس إماما. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلتك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. الله يسر عمرك بطاعة الله ويديمك فينا يا رب. يا رب بطاعة الله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معك إبراهيم من عزة السيد. مرحبا شيخ إبراهيم وأهلا وسهلا. معلش سيدنا في سؤال بس يعني يتردد عليا كثيرا، اللي هو كيفية الجمع بين حديث الجثاثة تميم الداري وحديث ابن صياد. لا هذا أثبت أنه صراحة أنه الدجال، ولا هذا أثبت أنه الدجال صراحة، ده إذا سلمت حديث الجساسة من المقالات. وحديث ابن صياد أقسم الصحابة أنه مسيح. أقسم لكن ما في قطع بأنه الدجال، يقولون التاريخ ورقم الاتصال. السلام عليكم. تقسم يا منتصر الأضحية على المتيسر، يعني ليس هناك نص يفيد أنك تعطي ثلثها للفقراء وثلثها لك وثلثها للهدايا، ليس هناك نصوص ثابتة بذلك، إنما استل ذلك بعض العلماء من قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قالوا تقسم 3، وقال آخرون بل تنصف لقوله تعالى فأطعموا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كنا ليست صريحة، فعلى ما شئت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. الله يرضى علينا وعليك. يا رب. أنا كنت كلمت حضرتك وقلت لك أنا مسافر معايا تأشيرة سياحة، وقلت لي هروح المخيط، بس أنا دلوقتي الكام يوم اللي قبل عرفة دول عادي ممكن بقى أغتسل وأتطيب ولا لا؟ لا تتطيب، أنت محرم. تمام. الله يبارك. اما الاغتسال فلا بأس. تمام. طب انا ممكن استخدم فيه صابونه في الصيدليه كده يا محمد؟ لا بدون طيب، صابون بدون طيب لا بأس. تمام. الله يبارك لنا فيكم وحياكم. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كنت عايز اسال حضرتك سؤالين، السؤال الاول ازاي احسب زكاة الذهب الملبوس والغير الملبوس؟ كل عليه زكاة، ضم هذا الى ذاك وقوميه، واذا الثمن بلغ قيمة النصاب اخرجي ربع العشر. تمام. طيب وازاي احسب زكاة العملة الاجنبية بسعر البنك او سعر السوق السوداء؟ أنا معك 1000 دولار اخرجي منهم 25 دولار وارتاحي. طيب. مع السلامة. يقول لو عندنا سيارة تدخل لنا دخلا هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة أختي منى. ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
هو شيخ هسألك سؤال بس، لو واحد مثلا اتزوج ومرته التانية عرفت وجالها سكتة قلبية وماتت، هل هو عليه اسم فيها؟ لا معلوش اسم يا شيخ؟ لا معلوش اسم، على اسم ليه طيب؟ طب شيخ طب سؤال تاني معلش. دلوقتي لو انا تزوجت على زوجتي وهي مش راضيه تقول لي لو انا مش مستنفه، لا او القران قال كده قالت لي بس انا فيها جوايا غيره، انا اقنعها ازاي او لها ايه؟ خلاص لا ده امر قدره الله سبحانه وتعالى واباحه لنا، ادعو الله ان يذهب الغيره. لكن انا كده مش هبقى عملت حاجه، حتى لو انا مثلا معايا اولاد ومعايا كل حاجه ما اثرش معايا، ممكن اتزوج عادي مش اي مشكله. ممكن تتزوج عادي، الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني حتى لو مش مقصرة معايا عشان انا على الارض شيل وتراعي اولادي وتكرر ربنا فيها كل حاجه، الا لو اتزوجت كده معلش اسم ربنا مش هيحاسبني. والسيده عائشه مش كانت شايله الرسول من على الارض شيل ولا ايه؟ اه طبعا طبعا. طيب تزوج بعدها ثمانيه، الامر في ساعه، اذا كنت تستطيع العدل والانفاق اعانك الله، لا تثريب عليك. تمام. بارك الله فيك يا سيد البعلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال عندي بخصوص الملكية الفكرية. نعم. بخصوص الملكية الفكرية. أيوة. كان في أخ يعمل في شركة على وظيفة معينة. أيوة. بعدين نظرا لبعض الخلل في الشركة معايا، فهم مسكوه وظيفه تانية، الوظيفه دي بتبني اجراءات الشركه وبتقسمها بشكل افضل، وبقى يدخل معاهم في النقاشات وهو كان حبيبي. اختصر اختصر، مش فاهمين، ضاعت علينا السؤال. انت تسال عن الملكيه الفكريه، اختصر سؤالك. ايوه، الشركه دلوقتي هو خد مثلا من خبره في رسم سير العمل وتحسينات سير هم مشوم العمل، او هو الذي اختار المسير والخداع لهم؟ لا هو بعد سنتين هم استقال، هم مشوه استقال. ماشي تغيرت خلاص. هل اشترطوا عليه عند العقد ان يتكلم بشيء من اسرار العمل؟ لا خلاص الامر على السعه. شكرا. ان العرف له تاثير برضه في هذا الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. اتفضل. لو حضرتك دلوقتي في واحد صاحبي ناوي يخطب أخت إن شاء الله. إن شاء الله. فالأخت دي هي واحد كان بيكلمنا، فهي رافضة إن هي تتجوزه بس مش عايزة تعرفه. فاللي هو بيكلمنا دوت انا اعرفه برضك، فهو قال لي يعني ان الكلام ده عليه، هل انا بقى اكبر؟ لا مالك دخل، احفظ لسانك. احفظ لسانك. احفظ لسانك. مين دخلك في النسوان والحبيبه؟ لا هو اللي عارف يا شيخ. ابتعد. لا تدخل في القيل والقال. يعني الخطيبه اللي هو يخطبها يا شيخ هسيبه يعني؟ يا اخي انت تعرف البنت معرفه جيده ولا تعرفها؟ هو استشارك؟ لا ما افتكرنيش. خلاص اما يستشيرك تشير بالذي تعرفه عنها بس. انا بنصحها يا شيخ، انصحه. يا حبيبي سيبك من النساء، مالك ابتعد انت مالك. لا والله. خليك محترم، احفظ لسانك واحفظ عرضك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله طيب. بعد اذنك دلوقتي احنا مشتركين في اضحيه، يعني داخلين بالربع مثلا. طيب. او دلوقتي انا ما عملتش حقيقه لابني. ربع بقره ولا ربع يا اختي؟ ربع جاموس. ايوه ربع جاموس. ايوه. ينفع الربع ده، او يعني ايه الحد الادنى مثلا ان انا ادخل بنفع عقيقه او اضحيه مثلا؟ 70 للعقيقه و70 للاضحيه. 70 ولا ربعين عفوا؟ سبع واحد على سبعه. يعني ادخل بسبعه اشارك، وده ينفع عادي للعقيقه؟ سبعه للاضحيه وسبعان للعقيقه، يعني ثلاث اسباع. تمام ماشي خلاص. تقريبا نص بقره يعني. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا. طيب تفضل. الحمد لله، تفضل بس سؤال بس بالله عليك. تفضل. كان في زوجة قاعدة عند بيت أبوها. نعم. فزوجها اتصل بالتليفون، كلموها بالتليفون
انها هي عشان عايزها ترجع. ايوه. فقال لامها بالنص ما اعرفش انا اسف ان اقول الكلمه اللي قالها عليا الطلاق، ما كانش بنتك تيجي تبقى خالصه مش على ذمتي. فهي ما راحتش. فهي ده هيحصل، هل دي هيحصل طلقه ولا تحصل ايه بالظبط؟ وهو كان نوع الطلاق ولا نوع التهديد؟ لا هو قال بعد كده قال تهديد. اذا كان قال التهديد اختار راي العلماء القائلين بانه يكفر كفاره يمين. يعني هو 10 مساكين. اذا كان اذا قصد التهديد. هو ما قصدش التهديد، هو قال انا بهدد. ها؟ هو قال انا بهدد. حلفوا بالله. نحلفوا بالله. ماشي. طيب من فضلك يا عم الشيخ الاطعام ده بعد ما ترجع ولا قبل ما ترجع؟ لا ما في سيان. سيان يعني ماشي، بارك الله فيك يا مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. الحمد لله عملت عمرة وحج في العامين الماضيين بلبس إحرام، الجزء العلوي كان فيه كبسنتين، وسمعتكم تقولوا أن هذا مكروه. خلاص عاف الله عما سلف، الحج صحيح. والعمرة؟ والعمرة صحيحة ليست باطلة. ما فيهاش حاجة، أنا ما كنتش أعرف، هو كان فيه كبسنتين اتنين بس. الحج صحيح والعمرة صحيح. شكرا بطل. خلاص انتهى الأمر، لا تعود. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي ثلاثة أسئلة يا شيخ مصطفى لو سمحت. تفضل. الإفرازات اللي هي البيضة اللي بتنزل من المرأة، هل دي نجاسة؟ هذه المسألة مختلف فيها، واختار قول العلماء القائلين بأنها لا تنقض الوضوء. لا تنقض الوضوء. طيب السؤال الثاني، احنا كشباب بنحط كريم او جل للشعر، فهل ده عازل في الوضوء؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما نوى الحج واهل بالحج من ذي الحليفه يوم 25 من ذي القعده لبد شعره، ومعنى تلبيد الشعر يضم الشعر بعضه الى بعض باللباد. عارف الكره الجله اللي كنا بنلعب بها دي؟ اللباد. واستمر على هذا إلى يوم العاشر من ذي الحجة. لا شك أنه كان يتوضأ ويغتسل عليه صلوات الله وسلامه. اللباد ده يعني عاجل زي المواد دي؟ أشد من كده. أشد من كده. طيب السؤال الثالث، حد ما على مرتين حد بعت لي رصيد، ما أعرفش بس مين اللي هو وصل له رصيد، ما أعرفش بس من فين. فأنا اضطريت يعني استخدمت الرصيد ده. مش عارف بس الجهه اللي بعدها. اذا احد بعد كده قال لك انا اخطات وارسلت لك، رد له الثمن، ما اخطات خلاص. لا حرج عليه. الله يسلمك. جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. كان لي سؤال عند حضرتك، وانا كان عندي فرح اختي من فتره وكنت محتاج فلوس يعني، فالمهم ان عملت كارد. فما حكم هذا الكارد يعني؟ إيه قدامي اي باب غير اللي انا اعمل الكارد ده؟ استغفر الله، فقد ارتكبت كبيرة. طب حتى لو مضطر، انا عارف ان يعني انت ادرى بضرورتك يعني كده، يبقى حكمه ايه؟ طيب انت واكل افعال تربا الان، استغفر الله منه. يا بارك الله فيك، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ خلف ابو البخاري. السلام عليكم. نعمل الكارد ده. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ عزت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زحرك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. زحرك يا شيخ مصطفى، انا كان عندي سؤال يعني. اتفضل. نتعامل ازاي مع لما نلاقي على السوشيال ميديا نعم يعني احد غير المسلمين يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ويذكره باسوء الالفاظ؟ فطبعا يعني احنا الحاجات دي بتسوءنا جدا، ويعني انا كواحد ممكن افضل طول الوقت. منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. لكن بالنسبه للترندات اللي بتتعمل والهاشتاجات ان احنا مطلوب نحاكم كذا او كده، الحاجات دي مطلوب نشارك فيها ولا لا؟ والله انا ما اعرف جدواها، لا اعرف جدواها، لو لها جدوى تنكله به يعني، لو في جدوى تنكله به نكله به، سهره به يعني، ارفع عليه قضايا، شتته شمله،
لو تستطيعون، على حسب كل حالة وحسب المفسدة والمصلحة. لكن يا مولانا يعني احنا الحكم عندنا هيك كمسلمين لا، هو كافر، ما هو كافر كده ليس بعد الكفر ذنب. كانوا بيقولون على عهد الرسول ان الرسول مجنون، انه ساحر، انه يكذب، ان اساطير الاولين اكتتبها. فاذا استطعت ان تدفع دفعت، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا يا مولانا ونفع بكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، أنا عندي ثلاث أولاد ووالدة قيصري من 6 شهور وحصل حمل في 21 يوم، وأنا للأسف عندي مشاكل بيني وبين زوجي كبيرة جدا، ووصل دلوقتي الموضوع طلاق ومحاكم. هل يجوز إن أنا أجهض الجميع؟ إذا هناك ضرورة والروح لم تنفى بالقيدين معا. يا مش فاهمة معلش. إذا كان هناك ضرورة داعية إلى ذلك والروح لم تنفخ. تمام. أنا عندي طفل، أنا عندي بيبي 6 شهور وبرضعها. مش مشكلة دي البيبي 6 شهور هتعملي إيه؟ لكن ودلوقتي لسه في 22 يوم. أنا قلت لك خلاص ما دام الروح لم تنفخ. جاهز. السلام عليكم. أشرف البتنون أبا يحيى مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفسير سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل الملائكة تبشر هؤلاء؟ تتنزل عليهم، قال جمهور العلماء عند تتنزل عليهم عند الوفاة، عند الاحتضار. هناك أقوال أخرى تتنزل عليهم إذا قرأوا القرآن، تتنزل عليهم عند المصائب، لكن القول الأشهر الداخل في التفسير بلا اختلاف تتنزل عليهم عند الوفاة. بارك الله فيك يا سيد البعلي ولك المثل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا الكريم؟ الحمد لله. أنا طالب في الثانوية العامة. ها؟ أنا طالب في الثانوية العامة. أنت طالب في الثانوية العامة. فنحن استلمنا تابلت في. نعم؟ استلمنا تابلت في الصف الأول الثانوي. استلمت تابلت. نعم. فإحنا بنمتحن عليه بديل للكتب يعني. طيب. احنا امتحنا عليه في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وانا الان في ثالثه ثانوي، فهل اذا خرجت بره المنظومه، لان المنظومه مقيده جدا ولا استطيع ان انا انتفع به، يعني ممكن بالاشهر لا استخدمه، فهل حلال الخروج بره يعني هم قانون الدوله ايه في شان التابلت هذا؟ هو ملك ليا بعد ثالثه ثانوي. خلاص والله اذا يعني دليل يعني عفوا التزم قوانين الدولة في هذا الموضوع، موضوع التابلت لأنه هبة وهبة مقيدة. ما هو التزم قوانين الدولة في الهبة هذه. شكرا يا أخت زهرة الجنة. الروح لم تنفخ، ما تسموش جنين الآن يا زهرة الجنة، الروح لم تنفخ 23 يوم وتقول إنها مضطرة لذلك. 23 يوم الروح لم تنفخ، الله يحفظك. مرحبا يا استاذ سعد السويدي، جزاك الله خير يا اخ حسام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ انا دخلت بعد اذنك على اخويا، لقيته عامل قنوات على اليوتيوب باسم حضرتك. ايوه. فعامل حوالي 10 قنوات. فعل عليها الارباح، بينزل عليها فيديوهات لحضرتك. وانا ماذا اصنع؟ ماذا أصنع؟ الناس ما بتدفعتش الا مع الفيديوهات اللي هي انا اسف يعني امراه زنت او رد الشيخ على فلان، وبيقص مقاطع ويحطها لحضرتك. تمام. يعني بيوقع بينك وبين العلماء بالمقاطع دي عشان يعمل اثاره والناس ايه تتلم على المشاهد. يعني هو عن عمد يسيء الينا ولا عن عمد
ينشر خيرا وقد لا يفعل. ما ينشرش خيرا يا شيخ، هو لو هينشر مقاطع عادية محدش هيسمعها. يعني هيبقى نسبة المشاهدة ضعيفة، فهو عشان يعمل إثارة، ومش هو بس، بعد إذنك أنا دخلت على اليوتيوب لقيت حوالي 200 قناة عاملين نفس القصة كده. يعني حضرتك بصراحة المفروض تشوف حل الموضوع ده. أنا أشوف حل، أخبرني كيف أحل المشكلة. لأننا بين يعني والله أنا كنت عايز أجي لحضرتك المنصورة، وأنا في أمرين هنا، في ناس منهم طيبون وينشروا الخير، وهو لا نشجعهم ما نمنعهم. ماشي يا شيخنا، اللي بنشروا الخير اللي هم ما بيبان عند حضرتك، اللي مفعل إعلانات واللي مش مفعل إعلانات. أنت المفروض اللي مفعل إعلانات، يعني لو يكلف واحد من الإخوة المعنى إن شاء الله يتابع لي هذا الموضوع، لأن خبرتي ضعيفة فيه إن شاء الله. حاضر. وأنا بطلب من حضرتك بس عشان الموضوع كبير، بعد إذنك، عشان الموضوع كبير قوي. يعني أنا لقيت حد يا حسن خلاص حوالي 50-60 ألف جنيه في الشهر وأكتر بسبب الموضوع ده، غير إن كل القنوات دلوقتي ابتدت إن هي تلغي المحتوى بتاعها ويقدم محتوى حضرتك أنت. ربنا المستعان، ان شاء الله الابن حسن يسمعك ويفهم عني في هذا الباب. طب ما ينفعش حد يتواصل معايا عشان اعرف اكمل الكلام واوضح له الرؤيه اكتر؟ باذن الله ان شاء الله. حاضر. طيب رقمي موجود عند حضرتك. رقمك مش عندي، كم ممكن اقوله؟ قوله اذا كان لا يسيئك ان تقوله. تمام. 71 81 81 81 89 69 69. كتبت يا حسن، شكر الله لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، صبغ الشعر بالنسبة للشباب حلال ولا حرام؟ حلال ما لم يدلس، يعني ما لم يدلس على يعني شعره شايب مثلا ويغش واحدة وراح يخطب مثلا. ما نستطيع ان نحدد. لا لا، هو شاب صغير، الالوان مش الاسود يا شيخ والبني الغامق، الاصفر والحاجات بتاعت الشباب دي، عشان هو عايز يقلد صحابه. ما نستطيع ان نحرمها الا اذا كان يتشبه بالمشركين. ايوه. الله يسلمك. ما الدليل يا زهرة الجنة؟ قلت لك يا زهرة الجنة، هذا ليس بجنين نفخت فيه الروح، الروح تنفخ بعد 4 أشهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك. مش فاهم يعني. ولا ضرر ولا ضرار أيضا يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، ربنا يحفظك ويوفقك عمرك يا رب. يا رب افتعت الله. الله يجزيك خير. معك خوك من مرسى مطروح، بارك الله فيك يا شيخ. سؤال في عجلة يعني. الله يبارك لك. تفضل. يا شيخ، أنا عبيدي متزوج بقالي 7 شهور. الله يبارك. الله يعزك، وإن شاء الله ربنا سيكرمني التوأم بعد شهرين بإذن الله، وثلاثة بالكثير خالص. تمام. الأمر ما فيه شيخ، السنة الأضحية طبعا كنت كل سنة بضحي مع الوالد، وأنا اللي بجيب الأضحية. الأضحية ليست واجبة، إن شئت ضحيت وإن شئت تركت. اختصارا انا ما عنديش قدره، يعني ما فيش مشكله يا شيخ؟ لا، ليست عليك مشكله. قال ابو مسعود البدري: اني لا اضع الاضحى واني لا موسر مخافه ان يظن الناس انها واجبه. وقال ابو سريحه: رايت ابا بكر وعمر وهما لا يضحيان. الله يجزيك خير يا شيخ، الله يجزيك خير. سؤال اخير يا شيخ، الله بارك الله فيك. معلش يا شيخ، طبعا في مشكله في المسجد اللي جنبنا على طول، ان في اخوه ما شاء الله حافظين كتاب الله وبالقراءات ومتمكنين، يعني رب العالم عليهم. تمام. ولكن في اخوه هم اللي مسؤولين على المسجد وهم القائمين عليه وما عندهمش اجازه للقراءات، فطبعا يعني هل في مخالفه هنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس اقراهم لكتاب الله؟ في مخالفه شرعيه يا شيخ؟ في المسجد لهم راتب. لا، ما لهمش راتب يا شيخ، يعني لعامة الناس. إذن إذا كانوا كذلك يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله. يعني هنا في مخالفة يا شيخ، صح؟ ها؟ في مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أي ناحية؟ مش فاهم. ماشي، بارك الله فيك يا شيخ. من أي ناحية؟ مش فاهم يعني. يا شيخ؟ مخالفة، مش ما فهمتش مطلع السؤال يعني. لا يا شيخ، بقول لك إني في إخوة متمكنين من كتاب الله عز وجل. هم الذين يمتنعون أو هم الذين يمنعون؟ آه،
فالآن يعني مش عشان نخش. أنا أسألك سؤال، يعني الإخوة المتقنون هؤلاء يمتنعون عن التقدم للإمامة أو يمنعون عن الإمامة؟ لا يمنعون عن الإمامة يا شيخ. طيب الذي يمنعهم يسأل أمام الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. سمعت عاوز اسال على صحيح حديث اسروا الناس منازلهم. انزلوا الناس منازلهم. هو ليس بهذا اللفظ يعني مفهوم المعنى. يعني له للمعنى شواهد، اما باللفظ هذا في مقال. في سند مقال. وجزاك الله خير زارة الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. بعد اذنك، انا كنت سمعت ان البيع والشراء اثناء الخطبة محرم، ده صحيح أليس كذلك؟ تقصد خارج المسجد او في المسجد؟ خارج المسجد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالمخالف يأثم. طب أنا دلوقتي كنت رايح مسجد وكنت متأخر شوية والمنبر طلع على المنبر يعني، كنت ركبت توك توك وحكيته عليه، فده كده طبعا من البيع والشراء ولا إيه؟ لا مش من البيع والشراء، أنت تركب توك توك توصل المسجد، إيه اللي دخله البيع والشراء؟ يعني ده لا يعتبر من كده. صح معنا يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ماذا عندك يا حبيبي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي غانم. نعم يا حبيبي فهمني. مصطفى معايا؟ أي نعم تفضل. لحظة يا شيخ منوال، بارك الله في عمرك. يا رب وفيك. عندي سؤال أرجو من حضرتك تجيبني فيه، كان في وقت جواب شاغل. نعم. إذا وقت الزواج سابق وحصل بيننا خلافات يعني. تزوجت زواجا سابقا وحصل بينكم خلافات وبعد؟ كان كل مشاكل بتحصل ما بيننا، والدها كان بيلجا ان هو يهدد بالقايمه وان احنا ننفصل عن طريق المحكمه وما عملتش شوية والكلام ده كله، بالتالي حصل انفصال عن طريق المحكمه وكان بيستخدمها كوسيله تهديد. يعني ما السؤال يا اخي الله يرضى عليك، ما سؤالك؟ دلوقتي بموضوع القايمة قدامي حق مين؟ القايمة مش انت وقعت عليها او لم توقع؟ وقعت عليها. كنت عاقل ولا كنت مجنون يومها؟ عاقل. خلاص تلزم بتوابع عقلك، بتوابع توقيعك. شكرا. بارك الله فيك يا ابراهيم ابن موسى وسلمك. ارحت قلبنا الله يريح قلبك يا ابراهيم ابن موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. سمعت يا شيخ، كان ابويا رحمه الله عليه بيصليش وبصومش، يعني صوم قليل جدا، صلى برضه صلى قليل جدا، كان سريع الغضب. اخوك ولا ابوك؟ ايه؟ اخوك؟ ابويا الله يرحمه. خلاص المهم مات شهر بيه، خلاص الله يرحمه مات. فكان بيسب الرب والدين. نعم سب الرب والدين. نعم سب الرب. الرب والدين برضه. كان بيسب الرب والدين ولا يصلي؟ ولا يصلي، صلى قليل جدا. ابدا صلى يعني بس قليل يعني في النوادر يعني. ولا يصوم؟ في النوادر برضه. كان مريض يعني كثير المرض. ما نستطيع ان نحكم عليه بالكفر الا كان يتوب بعد سب الرب والدين ولا لا؟ يقعد يستغفر كده يقعد يستغفر يعني يتوب. خلاص ادعوا له واستغفروا له واعملوا له عملا صالحا. سمعت قبل كده يا شيخ انه خلاص ما سمعت الشيخ وانا الان هو
سب وتاب. ادعي له عادي يعني؟ ادعي له ربنا يغفر لنا، احنا نحكم عليه بالاسلام ما دام تاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخنا. طيب الحمد لله. دلوقتي شيخنا احيانا بتفوتني الجماعه، صلاه الجماعه، فممكن اصلي لوحدي فبطول في القراءه شويه، في القراءه يعني قراءه القران، فممكن اتعب اقعد. لا فريضه ولا نافله؟ لا الفريضه. لا الفريضه ما تجلسي. لا انا بجلس بس يعني مثلا بقرا. هو عفوا عفوا يعني. انت في الفريضه لست مطالب بالاطاله. يعني اذا كان الاطاله يستتبع يا اخي افرض. القيام مع القدره فرض في الفريضه. فاذا كنت انت ستؤثر على الفرض بنافله الا الغي النافله. الاطاله نافله. لا لو انا طولت 10 صفح مثلا وتعبت وحبيت يا عمي في الفريضه ما حاصل كده، ما في الفريضه 10 صفح. ما ينفعش يعني؟ انت تعلمت هذا الكلام فين؟ هذا ما ينفعش في الفرائض. اصلي لا مش ما ينفعش يعني. يعني الصلاه صحيحه بس ليس وفق السنه. اي ماشي ربنا يبارك فيك. خفف عشان تستطيع انما تطيل وتعجز عن القيام الذي ورطنا فتجلس. لا النافله أيوة. ممكن يعني فيها المستو... يعني النافله هذا الكلام يصلح في النافله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. حضرتك زوجي كان عنده فيروس سيت والحمد لله اتعافى منه، وهو دلوقتي جاي له فرصة عمل في السعودية، لكن هما بيشترطوا طبعا لازم يكون فيروس سي سلبي يعني مش موجود. فهو الحمد لله تعافى بس موجود أجسام مضادة. وفي ناس بيقولوا ان هو يعني بيزوروا زي التحليل كده وبيعدي عادي، فهل ده حرام ولا يعني انت تطلب مني ان اقول لك يجوز تزوير الورق؟ لا افتي بالتزوير. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابراهيم. السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا مولانا. يا رب وياك. بقول لحضرتك انا بس نصيحه تنصحها لي عشان احفظ القران، انا عمري شاب 27 عام. الله يكتب لك التوفيق وينك على حفظ كتاب ربك. وشغال يعني شغال الصبح من مثلا من 8 الله يعينك ويسهل امرك يا اخي. اللهم امين يا رب. تمام. رضا كمال بارك الله فيك. بارك الله فيك يا وليد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي الشيخ انا بمر بحبة في الرزق يعني في الفلوس وكدهوت، ف يعني مثلا حبة، فهل مثلا واحد بياخد بالاسباب يعني بس غلاء يعني غلاء الاسعار وكده والدنيا يعني، فهل ساعات توصينا؟ لا هذا السؤال عفوا يعني مثلا حضرتك وصية من حضرتك لحد مثلا عنده ديك في الزبدة يعني. أولا يدعو الله الدعاء. ادعوني أستجب لكم. ثانيا نمشوا في مناكبها وكل من رزقه. أيوة. الاستغفار زائد. بارك الله فيك. ربنا يبارك في عمرك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا الحبيب اتفضل. باختصار يا شيخنا انا عندي محل تجاري. بارك الله فيك يا احمد. ايوه عندك محل تجاري. واخطات مع عميل في 2000 جنيه ولم ياتي منذ 3 اشهر، ماذا افعل بالمال؟ ولا تعرف العميل؟ ولا اعرف العميل. ولا عندك 2000 جنيه؟ لا عندي 2000 جنيه. انتظر سنه. سنه وبعد سنه؟ خذهم. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ أنا كنت شغال شغلانة واستخرت ربنا، كنت شغال شغلانة بس في مكان فيه فتن شديدة يعني. فاستخرت ربنا ففي حلم جالي كده رؤية يعني يا رؤية. فإن أنا داخل في مكان ظلمة مع واحد يعني أنا كنت بستعين بيه يعني في بعض الأمور يعني وكده. الواحد ده من جنب الشغل القديم هناك جنبي. فهو بياخد إيدي يعني جالي رؤية كده إن هو بياخد إيدي
ازاي لما اكون انا وهو داخلين مكان ضلمه؟ فعند انا ابعد عن الواحد ده ولا انا ابعد عن الشغل مثلا اللي انا بعد؟ الولد ده صالح في الدنيا في اليقظه رجل صالح يصلي؟ هو لا هو مش ما بيصليش. لا ابتعد عنه. ابتعد عنه. ابتعد عن الشغلانه ولا ابتعد عنه؟ ابتعد عن الشخص، ابتعد عن الاشخاص. الشغله اذا كانت الشغله حلال استمر فيها، مش حلال لا تستمر فيها. بس في الحوالين مكان يا شيخ في فتن كتيره، في فتن شديده والنساء يعني النساء انت خايف على نفسك من الفتنه ابتعد. نعم. اذا انت خايف على نفسك تفتن ببنوته شغله لك وعامله لك روشه، ابتعد عن المكان، شوف شغله اخرى. طب لو الشغلانه دي حتى رزقها قليل يا شيخ، والشغلانه اللي انا فيها دي مثلا رزقها يا عم كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. تمام الله يفتح عليك. طب ادعي لي بالله عليك. الله ييسر امرك وامر كل مسلم يا رب ومسلمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ انا اسف، ينفع اتصدق لبيهم بعد السنه؟ نعم ينفع اتصدق لبيهم بعد السنه؟ ينفع تتصدق له بيهم وينفع تاخذهم. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير. حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. طيب اتفضل. حضرتك لو واحد عليه صلوات مثلا ايام، هل يجوز ان هو يقيم الليل نافله ولا ما ينفعش؟ لا يعيد الفرائض ولو في الليل مش مشكله. يعني واحد لو نفسه يقيم الليل مثلا يعيد الفرائض، صلي الفرائض ولو في الليل مش اشكال، ما دام فوائد. ايوه ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. سؤالي يا شيخ اخت، ارفعي صوتك لو سمحتي. سؤالي يا شيخ، اخت كرهت زوجها كرها شديدا ورفعت قضيه خلع في المحكمه. ولكن الوضع العجل الان ان هو يطالبها ان تذهب بشقه هو يقيم او استاجرها يعني. وهي ان تكره هذا وشيء كره شديد، فهل عليها تعاطف؟ يعني هي ان تكرهه ولكن اجراءات الخلع ما زالت بطيئه في المحكمه، فهل يجب عليها تعاطف في الباب لهذه الشقه؟ يعني عفوا، هي رفع عليها قضيه خلع. نعم. لا تجب عليها تعاطف. لا تجب؟ لا تجب تعاطف. طبعا عموما تعاطف الخروج والدخول والاذن وكده. هي رفع قضيه خلع، طب ما هو اذا كره الطيار لا يا حبيبتي ما ترفع، لا ترفع علي قضيه خلع، تطيعه؟ لا هي كانت طيب هو ياخذ الطلاق، هو ياخذ الطلاق. ايوه ما انا فاهم الكلام، يعني الان هي رفع عليه قضيه خلع. نعم هو لازم مقصر في النفقه عليها، يعني النفقه عليها يعني النفقه هو مقصر فيها جدا عليها يعني. تمام. مش هي الان رفع قضيه خلع؟ نعم نعم. خلاص هي تبع القضيه الان. نعم نعم جزاكم طيب. الله خير. طيب. ما اللي هتطيعه اذا هتطيعه يقول لا ترفع القضيه اصحبيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى. اتفضل. الله يسلمك. الو. نعم. كان عندي سؤال بس لحضرتك عم الشيخ. اسال يا حبيبي. الله يحفظك. طيب. دلوقتي واحده يعني هي حلفت كتير، زوجتي يعني حلفت كذا مره. على حاجات في المستقبل، فهي يعني ايه الشاهد عايزه تكفر في البلد دي وحسابات كتير، فهي بتستفسر يعني تطعم ازاي من اوسط مطمئن عليكم عشان مش قادره تصوم. مش عايزه تصوم؟ معاها فلوس؟ اه معاها فلوس. اه كل مسكين كل يمين 10 مساكين من طعامك المتوسط. كل يمين 10 مساكين؟ 10 10 وجبات كل مسكين وجبه من طعامكم المتوسط. ما هي يعني وجبه يعني كرنج كام يعني المحافظه؟ انت طبخين ايه اليوم انت وزوجتك؟ لا كنا كشري بالشارع. كشري؟ كشري مصري؟ اه كشري مصري. اه ماشي. كشري التحرير؟ لا كشري فيصل. الله ابو طارق. طيب ما زيه في الثمن. ماشي. وامس طبخين ايه؟ نعم والامس كنا طبخين تقريبا. ايه؟ والله ما فاكر. نعم
مش فاكر كنت متخيلي والله. طب اول امس حواوشي ومكرونه كده. ايه حواوشي ومكرونه؟ اه حواوشي ومكرونه. حواوشي ومكرونه ماشي. وهذا نطبخه ان شاء الله باذن الله يعني. لحم اكيد. بانيه ومكرونه برضه يعني احنا وجباتنا عاديه يعني. ما بانيه بانيه عاديه يا عم. بانيه حاجه راقية. بانيه حاجه راقيه يا عم مش عاديه. برضه غاليه فعلا بس يعني احنا خلاص يبقى متوسط لهذا سمك او بطاطس وبيض. هي بتقول لي انا ما عنديش غير 2000 جنيه فهي في حسابات كتير فمش عارف. كم يمين ما هقول لك الان. احنا هنكون متوسطكم الان بطاطس وبيض صح؟ تمام اه. يعني هتاكل مثلا الاربع افراد يكلوا كل بطاطس او خمسة افراد ومع كل واحد يديله بيضة. اه. بيضة مثلا اصبحت كم 60 بيضة الطبق 30 بيضة. ب 125 يعني 60 بيضة مثلا. لا طبق ب 125 جنيه لا تصور. لا روح بيض بلدي ب 125 جنيه. انت لازم انت بتاكل بيض بلدي؟ اه. اه لا كويس ما قلت لك انت مستواك عالي شوي ماشي. ايوه بيض بلدي ماشي. بطين بلدي ولا بيض بلدي صغير شوي؟ تمام. بطين بلدي الطبق يكفي 15 مسكين. هو والبطاطس والرز كل خمسة في كيلو رز. وعلى له شوية سلطة. ورغيف عيش والحمد لله اتحلت المشكله كل فرد. يعني هي مثلا وجبه الفرد كده تتوقف مثلا على 60 جنيه ولا حاجه. طيب انتوا بتاكلوا كشري دي كتير يعني كذا يوم في الاسبوع ولا يوم واحد؟ ممكن مره مرتين لو هي تعبانه ما عملتش اكل فنجيب اي حاجه جاهزه يعني كشري. ماشي ماشي الكشري خلاص اشتري 10 وجبات كشري بس حط مع كل علبه كشري بيضه كده اتحلت المشكله. كشري بيضه تمام. طب احنا لو قدرناها فلوس وبيطلع مثلا فلوس. لا ما ينفعش يعني فلوس. لا ينفع فلوس. ما هو معهد مش عارف اسمه معهد ايه بتاع الايتام ده يا عم. مالي معهد ايتام ومش معهد ايتام طلع بس. الا اذا هتوكل جمعيه تستنيب انت الجمعيه في اخراج الوجبات. تمام انا اجيب الوجبات يعني واديها للجمعيه نفسها. لا ممكن تقول له تعطيهم الفلوس قول لنا ناس انا وكلتكم اشتروا الاكل ووزعوه. تمام. مع السلامه حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا حسن. أنا كل عام وأنت حضرتك بخير. الله يديك التوفيق يا رب. الله يديك الصحة يا رب ويبارك في عمرك يا رب. وإياك. وإياك. سؤالين بعد إذن. ها؟ سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضل. السؤال الأول أنا والدي رحمة الله عليه كان موظف وتوفى من حوالي 15 سنة. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. فاخويا الصغير كان يعني اتشال صغير اخويا الصغير اخي الصغير التصغير لا يصغر. اه اتشال مبلغ في المجلس الحربي كان لسه ما كانش بلغ ال 21 عام. فلما جه استلمه بعد 15 سنه هم كانوا 10,000 فانا هم كانوا حاطينهم له في البنك فطلعوا له عليهم فلوس. طيب ياخد الفلوس ديت في اتجاهان. في اتجاهان. الاتجاه الاول ان يتورع وياخذ راس المال. الاتجاه الثاني انه ياخذ الفوائد هذه ولانه اجبر على اخذ امواله وتشغيلها بطريقه البنك والبنك يتحمل الاسم. يعني حلال لو خدها مولانا. هذا وجه لانه هو ما اعطى الفلوس للبنك باختياره. لا البنك اجبرهم على اخذ الفلوس وثمرها بطريقه معينه. ممكن في وجهه يعني الله اعلم والورع افضل. جزاك الله خير يا شيخ هاني المنشاوي وفقك الله وسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. سأل يا حبيب. ايه هل يجوز استبدال المرض هذا المرض بورق مكتوب عليه من 1 إلى 6؟ نفس الكلام موجودة. نعم. الكوتشينة والنرد والضمن والطاولة كل هذا سبيل ليس بسبيل الطيبين. ابتعد. شكرا. فتح عثمان ونفع الله بك. شماعة في بارك الله فيك جزاك الله خير يا أمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الحبيب. اتفضل. بارك الله في عمرك وعملك. وياك. سيد البعلي مع حضرتك يا سيدنا. مرحبا يا سيد البعلي. والله يحبك في الله يا سيدنا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله إني أحبك في الله وأحب جماعكم الكريم، بارك الله فيكم جميعا. وإياك يا شيخ سيد أبا علي. أعوذك سيدنا مني بالتوفيق والسلام بالله عليك. الله يثبتنا ويك. منين يا سيد أبا علي؟ أنا من إسماعيلية من القصصين سيدنا. الله ينفع بكم ويحفظكم يا رب. والله يا سيدنا أتمنى من الله عز وجل أن ألقاك وأقبل يديك. يا رب يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ويجعلنا ويا رب. دعواتك إلى سيدنا بالتوفيق والسلام بالله عليك وبركة الأولاد. الله يبارك فيك وذريتك ويبارك فيك ويحفظك يا رب. وإياكم وإياكم. بارك الله فيك يا إبراهيم بن مصطفى درباله وسلمك. السلام عليكم. نعم. صحت شيخ أمي. أمي تقول وفقها الله، كده صح. أمي رحمها الله، أمي حفظها الله، على حسب الحال. تجيبش أمك كده وتسيبها عريانة كده. أمي بارك الله فيها، أمي جزاها الله خيرا، أمي رحمها الله، أمي حفظها الله، حاجات حلوة كده تسجل في الصحيفة. أمي حفظها الله بتصوم، ولكن إن أتى عليها يعني فطرت هو العذر بتاعها. عفوا ما بصومش يعني انا مثلا 33 سنه لم صلي. حبيبي انا مش فاهم كلامك. ايه لها مثلا 33 سنه اللي فطرته في رمضان ما قضتهوش حتى الوقت ده. ايه ماشي، وتصلي ممكن تنهي الصلاه بتاعتها، تخلص السنه بالفرض كله في دقيقتين. هي عقلة ولا مجنونة ولا ايه نظامها؟ لا لا عاقلة، ولكن بنصحها يعني مفرطة في الدين. اه طيب علمها، خوفها من ربنا شوية. كل ما اكلمها بتطنش. مالكش دعوة. والله يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، قد ما عليك وما وراء ذلك لست بمكلف بشيء. تأخيرة الفطر. بارك الله فيك يا شيخ عبيد. نعم فطرت انها فطرت الايام الفطرة. ما نقول لها قول لها عيد الصيام، عيد الايام اللي افطرتيها يا والدة. عليها كفارة ولا ما عليهاش؟ لا تعيد، معافاة ولا خربانة؟ يعني متهلكة ولا عجوز متهلكة ولا فيها صحة؟ يعني كده وكده يعني ربنا يشفيها. طب انا عليك عايز بقى يعني صحصح معانا الله يرضى عليك انت وامك بس. الله يبارك فيك. إذا كان تستطيع الصيام أكد عليها يما صوم ضروري يما، ولا أنا زعلان منك لأن ربنا زعلان منك يما كده تكلم كده يعني مش لفظ زعلان يعني أخشى غيرها يعني قل لها يما الله يرضى عليك يما أخشى أن يغضب الله عليك. أيوة شيء كده كلام طيب. أحبك الله يا محمود بن يسري. بارك الله فيك يا محمد جمعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ أنا أحدث قراءة الفاتحة مول سراتها بالتالي. يا أخي الحروف المتقاربة المخارج يقول حافظ ابن كثير تجاوز عنها. التاء مع الطاء مثلا، الثاء مع الذاء مع الثاء عند المصريين، الصاد مع السين، متقاربة الحروف يرفع عنها يعني تجلس تدقق. ناس مخارج من التعب احيانا لا يستطيعوا يخرجوا الحروف من مخارجها. ربنا يكرمك. الله يكرمك. عبد الرزاق محمد إيهكو بارك الله فيك ولك بمثل. أميرة الزيات بارك الله فيك. محمد العزوني جزاك الله خيرا محمد العزوني. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخ. نعم 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 بس انا بكلم حضرتك، انا بعمل في دوله في الخليج فبحول فلوس على البنك، فالفلوس دي بتستنى وبيطلع عليها فوائد، فطبعا انا عارف ان كده كده ما ينفعش اخوض يعني الفوائد دي. ايه المكان المناسب اللي ممكن استخدمها فيه الفوائد دي؟ فقراء لا تربطك بهم قرابه، او مصالح عامه للمسلمين، مستشفيات، اي حاجه عامه للمسلمين يعني إلا المساجد. الله حل الفقراء الغلابة خالص. أي نعم الله يسلم. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، معك حسن بن أشرف، كلمتك تكلم رب كده. اتفضل يا حسن بن أشرف. الحمد لله، ازيك يا شيخنا عامل إيه؟ الحمد لله بخير. عندي كذا سؤال يا شيخنا، وأولهم رأي الشيخ مصطفى يعني
ايه افضل حاجه ممكن تتعمل الايام دي في ظل الانحلال الاخلاقي والبعد عن الدين اللي حاصل دلوقتي؟ والله اولا المرء المسلم يلزم عليه دلوقتي اولا نثبت على هذا الدين القيم، نسال الله الثبات عليه. يعني نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. امين يا رب. نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ندعو الله أن يثبتنا على الإيمان ونجتهد في نصرة هذا الدين القيم، نبين محاسن هذا الدين ونبين سبيل المجرمين. يعني في مجرم من دولة اسمها أمريكا لا بورك فيها، خارج يعلم بكل وقاحة وكل بجاحة أنهم الآن دولة مثلية. أسأل الله أن يعجل بعذابه والانتقام. آمين آمين. أسأل الله أن يحل به بأسه. آمين. يعني رجل ما حصلت في التاريخ، يعني قوم لوط كانوا يعتدوا على الرجال ويجتزي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، لكن لم يقننوا قوانين زواج، لم يقننوا قوانين زواج وقوانين ميراث كالذي فعلها هذا المجرم الأثيم. أنصح الأمريكان بالتوبة إلى الله وإلا سينزل عليهم عذاب من الله. ننصح الأمريكان بئسة أمريكا والمقيمين فيها بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. الله جل ذكره لما أرسل الحجارة من سجيل منضود على قوم لوط وجعل أعالي البلاد سافلها، قال وما هي من الظالمين ببعيد. ننصح الأمريكان أن يتوبوا إلى الله، وبئسة أمريكا والإخوة الذين يتهافتون للذهاب إلى أمريكا ويتعززون بذلك. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أمريكا لن تنفعك في قبرك، أصبحت دولة قذرة ملوثة بالقذرات. والطيب أخرج آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أصبح الطاهر يخرج من البلاد. عياذا بالله من أمريكا ومن شر أمريكا ومن رئيس أمريكا. انتبهوا يا أهل الإسلام، هؤلاء ينشرون الرذيلة في العالم جهارا نهارا. يخرج كبيرهم بأمس قريب يعلن بكل وضوح، يقول بكل وضوح نعلن أنهم دولة مثلية. عياذا بالله من هذا الشر. لكن هذا لا شيخنا ما نقولش مثلية، لأن مثلية دي كلمة هذا مؤذن بزوالهم، هذا مؤذن بزواليهم. هم يقولون هذا الذي يقولونه يفعلون فعل قومه تقريبا، بيحاولوا يجملوا الكلمة يعني علشان لا يا حبيبي هم لا يجملون، هم قذر أصلا. أصبح الطاهر العفيف الملتزم بالقرآن والسنة أصبح عندهم من المجرمين وإرهابي، ولازم يستأصل. انتبه يا إخوة، بئسة أمريكا، بئسة أمريكا. لا تحرص على جنسيات هذه الدولة، لا تحرص على الإقامة فيها. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته لما هجر إليه. بكل وقاحة وكل إجرام وكل إصراف على نفسه يخرج كبيرهم الأثيم يعلن أن دولتهم الآن أصبحت دولة مثلية، ويقول أقولها بكل وضوح وكل صراحة، إذن بعذاب من الله أنت ودولتك. وعن قريب إن غدا لناظره قريب، إن غدا لناظره قريب. الله سبحانه غيور، ومن غيرته أن يأتي يغار أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا يا أهل الإسلام، يا من تلهثون وراء الأمريكان انتبهوا، انتبهوا يا أهل الإسلام لدينكم. لا تتبعوا سبيل المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أشهدك يا رب على براءتنا من هؤلاء، أشهدك يا رب على براءتنا منهم ومن دولتهم ومن رئيسهم ومن سلك سبيلهم. اللهم يا رب، اللهم يا رب سلمنا منهم ومن شرهم. اللهم نجنا وأهلنا وقومنا من القوم الظالمين، ونجنا مما يعملون يا رب العالمين. رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. السلام عليكم. سؤال يا شيخ معلش. اتفضل يا حبيبي. الواحد بيقابل أو بيجد قدامه معظم الأفعال الغير يعني
او المعاصي الكتير بيعبدها مثلا من زمايل الشغل من الصحاب من الاخوات. فالامر بالمعروف اصبح صعب جدا يا شيخنا في الوقت ده. يعني الواحد بيتكلم في المعروف او لا تفعل كذا او لا تفعل كذا بيقابل استهجان وكأنه امر بالمعروف واصبر على ما اصابك فاختقتك لا يكلف لنفس الأسعار. اقرأ كلام لقمان الحكيم يوصي ولده ليوصي ولده بوصية قل منا من يوصي ابنه بها. كل واحد يوصي ابنه امشي في حالك يا ابني مستقيم ملكش دخل بغيرك. يوصي لقمان ماذا يقول؟ يقول يا بني يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك هصيبك بلايا ان ذلك من عزم الامور. وربنا يقول يقسم ربي يقسم ربنا والعصر والعصر ان الانسان لفي خسر. من المستثنى يا رب؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان الله قال وانتبه واسمع إن الله قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول تعالى فئات شديدة على أهل العلم خاصة مع سكوتهم عن المنكر لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بئس الصنيع صنيع الربانيين والأحبار الساكتين على المنكرات. يا أهل الإسلام رسولكم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولاة الأمور عليهم مسؤولية أمام الله والله ما لن يتركهم. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. العلماء عليهم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من السكوت على المنكرات وبين أن الخراب يتأتى بالسكوت. قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لنؤذي من فوقنا فلو تركوهم هلكوا جميعا لو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. المصلحون لزاما أن يقوموا بما أوجب الله عليهم. إن أهل العلم وأهل الصلاح والفضل نصحوا قومهم زمن قارون الطاغي الباغي لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقف أهل العلم وقفتهم التي أوجب الله عليهم فقالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. علينا أن نقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا وإلا الدمار سيحل بالبلاد. ودوما الناجون الآمرون بالمعروف أنهم عن المنكر. قال تعالى في كتابه الكريم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك عم الشيخ الله يبارك فيك. الحمد لله طيب. ممكن بعد من حضرتك بس كنت عايز اكلمك على الخاص فبرن عليك ما عايز توكيد بس حضرتك ترد عليا فيه. ان شاء الله حاضر ان شاء الله الساعه 3 غدا ظهرا ان شاء الله. نعم الساعه 3 ظهرا ان شاء الله. طب انا هرن على حضرتك من نفس الرقم يعني لو حضرتك بس ايه والله ما اعرف الرقم بس
الساعة 3 ظهرا رن عليه وإن شاء الله يجاوبك قدر استطاع بإذن الله. جزاك الله خير. الله يرضى عنك عم الشيخ ضروري بس الله يجزيك خير يا رب. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد على أن جنبتنا سبيل المجرمين. يا رب لك الحمد على أن مسكتنا بالدين القويم. يا رب لك الحمد على ما عرفتنا وأرشدتنا وهديتنا لتوحيدك يا رب العالمين والإيمان بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لك الحمد يا رب على الإيمان والإسلام وعلى الصحة والعافية والدين يا رب العالمين. سلمنا يا رب. اللهم سلمنا من شرور الظالمين. اللهم سلمنا من شرور الظالمين. اللهم سلمنا من شرور الظالمين. اللهم عليك بالأمريكان الذين طغوا وبغوا في الأرض يا رب العالمين. اللهم نجينا وأهلنا مما يعملون. اللهم نجينا وأهلنا جميعا مما يعملون. اللهم نجينا ونجي بلادنا وسلم بلادنا من أفعال هؤلاء الظالمين الآثمين يا رب العالمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا العفة والعفاف يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم نجينا من القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل أفاك أثيم. اللهم يا رب نحفظ بلاد المسلمين من هذه الرذائل والموبقات الواردة من دول الكفر. اللهم احفظ بلاد المسلمين وسلم أهل الإسلام. اللهم احفظهم وسلمهم يا رب العالمين. سلم شباب المسلمين وشيوخ المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين يا رب وبلادنا وبلاد المسلمين جميعا يا رب. سلمها من هذه القبائح والمنكرات التي لا ترضيك يا رب العالمين. يا رب يا رب نشهدك على براءتنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا وظهيرا يا رب. كن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ومن طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور يا سميع الدعاء يا رب العالمين.
اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم توفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا، اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا، واستر سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واكرم منازلنا، واسع مداخلنا يا خير المنزلين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين، واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.